حبايبي طلاب سنة تالتة، أخباركم إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اتأخرت عليكم شوية في يونت 11، بس زي ما وعدتكم إن أنا مكمل معاكم إن شاء الله، لأن الفترة اللي فاتت كان فيها شوية طرق لحل القطع، تراجم اختياري، سؤال الرايتنج اللي هو الجديد اللي اتفاجئنا بيه. فطالما إحنا عدينا ده وعملت اللي عليا معاكم، دلوقتي نكمل يونت 11. طيب تعالى نشوف نمبر 1. I think that the new skills in this course will make you more dash. طالما انت هتاخد كورس جديد، وكل ما تاخد كورسات اكتر هتحصل ايه؟ هتبقى more employable، قابل للتوظيف اكتر. تمام؟ طيب شوف الثانية. He had to retire in his 40s. الراجل اضطر ان يتحل على المعاش في الاربعينات because of dash problems. اكيد في معظم الناس تقول لي يا مستر دي اسمه محتاجين قبلها صفة healthy. لو سيادتك اخترت healthy زي ما انت بتقول، هتبقى معناها مشاكل صحية، يعني المشاكل دي حاجة صحية. لا، هي health problems. يا سيدي اعتبرها كلمتين اسمين جنب بعض، زي كلمة world cup، كأس العالم، نفس الحكاية، دي نفس الحكاية كده. تمام؟ health problems. نهلة has now enrolled on a dash MSC كورس. تمام؟ طيب واحد يقول لي مستر حرف الام ده يعني صوت ساكن. تمام؟ لا، انت لما احنا بناخد الاصوات يا جماعه حسب الاصوات مش حسب الحروف. يعني زمان واحنا صغيرين كان كلمه اور اللي هي ساعه اتش او يو ار. تمام؟ كان يقول لك الوحيده دي اللي تاخد ان، لما تسال مستر ليه يقول لك اصل دي شاذه. تمام؟ عشان الاتش سايلنت. لا، هي الحكايه مش كده، احنا بناخد حسب الصوت يا جماعه. انطق كده كلمه ام، اولها اي اي ام ام، في صوت الاي في الاول. تمام؟ ماشي، عشان كده بنقول ان. تمام؟ طيب the course is hard but getting the new work skills I need dash it available. يقول لك والله الكورس صعب، لكن شايف الكام كلمه دول اللي انا حاططهم في مربع دول، شايف حوالي 6 أو 7 كلمات دول، كل دول فاعل، كل دول فاعل، عايزين فاعل. تمام؟ فبيقول لك getting the new work skills، ان الحصول على المهارات الجديده اللي انا محتاجها تجعلني makes it available، يجعل الكورس ده متاح ليا، يعني او ان انا هستفاد منه يعني. ماشي؟ the dash of skilled and experienced worker is clear sign of unhealthy economy. economy اللي هو اقتصاد طبعا، unhealthy يعني غير صحي. طيب اولا احنا بيقول لك ايه هو اللي هو بالنسبه للناس اللي عندهم مهاره واللي عندهم خبره. تمام؟ يعتبر علامه واضحه، clear sign، علامه واضحه في الاقتصاد المنحدر او الاقتصاد اللي هو في النزول. ايوه، redundancy. redundancy اللي هو تسريح العمال طبعا من الوظائف. طيب how can people of all ages their skills. تمام؟ ازاي الناس اللي في كل الاعمار improve their skills، بيحسنوا مهاراتهم. طبعا اكيد مفيش حد عايز destroy، طبعا اللي عنده مهاره ده بينميها مش بيدمرها. 80 men at the factory were dash as it closed. انا عايز حد يترجم لي كلمه as. صح، انا سامع حد بيقول لي because. برافو برافو يا شباب، برافو برافو برافو. قال لك because it closed، يبقى العمال اللي فيه اصبحوا redundant، عاطلين، idle. عارفين كلمة idle اللي هي IDLE، IDLE هي نفسها بتساوي unemployed، unemployed. Number 8 she dash the importance of education during her speech. والله هي بتدرك أهمية التعليم في حياتها، أو في قصدي أثناء يعني الحوار بتاعها. فهي عاوز اقول هي مش بتدرك، هي عاوز اقول تؤكد على اهميه التعليم. emphasize it. emphasize it يعني بتاكد. الكلمه دي جت لناس كتير في القطع sterilized دي، بس محدش يعني بيشوف معناها وينساها تاني، يشوف معناها وينساها تاني. انا عارف اللي بقول لكم، لان انا ايه كنت طالب زيكم في ثانوي، وكان بيحصل لي نفس اللي بيحصل لكم تيبيكالي. فدلوقتي وانا مدرس بحاول اتلاشى العيوب اللي هي ايه اللي هي كانت بتحصل معايا وبتحصل مع معظم الناس اللي بتسمعني دلوقتي.
sterilized يعني معقم يا جماعة، معقم يعني زي ما احنا بنعقم يدنا بالكحول كده. طيب our teacher dash us to work harder. تمام، المدرس والله بتاعنا او المس بتاعتنا بتشجعنا، لان احنا انجليزي our teacher تنفع راجل تنفع ست، لان في حاجات ما بتفرقش معاها يعني في اللغة، خلاص فيش غير كلمة هي وشي وحاجات تانية خفيفة كده. طيب inspired طبعا معناها encouraged. تمام please sign your name on the، والله اكتب اسمك على ايه، امضي باسمك، sign يعني امضي، امضي باسمك على العقد. مين في دول كلمة العقد؟ contract، لما سيادتك تشتري عربية ولا تشتري شقة ولا حاجة بتمضي عقد. طيب I don't have the dash to give you permission، والله انا ما عنديش سلطة تمام ان انا ادي لك اذن او تصريح، يبقى I don't have the authority، authority يعني سلطة، ما عنديش سلطة، لكن ما ينفعش اقول لك ما عنديش عدوان ولا جريمة ولا نقاء او طهارة purity، لا هي authority. She's been working hard over the past few weeks to dash lost time. والله هي بتشتغل الفترة اللي فاتت بكل طاقتها زي ما احنا شغالين دلوقتي بكل طاقتنا علشان make up for، نعوض، make up for يعني نعوض. The government dash education, health and all national projects. والله الحكومة بيقول لك ان هي بتمول تمام التعليم والصحة والمشاريع القومية finances، اللي هي جاي منها كلمة financial، financial يعني ايوه بالظبط مالي او خاص بالفلوس. يعني يقول لك ايه اخبار الفاينانشال كونديشنز، الظروف الاقتصاديه بتاعتك يعني ظروفك الماليه ايه، المرتب قاعد ولا خلص. طيب the president's trip to the USA this week seems to have been، والله يقول لك زياره الرئيس لـ USA شكلها كده ليها لازمه يعني او مهمه او تستحق الزياره يعني، فعشان كده بنقول ايه worthwhile، worthwhile. The ability to give clear explanation is the most important quality of the dash teacher. الراجل اللي بيدي لك تفسيرات explanations مش تفسير واحد، انا كنت هقولها تفسير بس لقيت فيها اس قلت تفسيرات، تفسيرات واضحه لمعظم بيقول لك most important quality، تعتبر اهم صفه موجوده في المدرس النموذجي ideal. Practice is the best way to dash your English. سهله الجمله دي، to improve، تحسن. واحد يقول لي مستر بروفايد، بروفايد عايزه ويز، بروفايد هيم ويز كذا، معناها عامله زي كلمه جيف، اقرب لكلمه جيف، بروفايد اقرب ليها لكلمه جيف، يعطي يعني. Dash skills are required for specific occupations، اللي هي hard skills، الحاجات اللي انت مولود بيها سيادتك تمام، اللي هارد سكيلز تمام، دي اللي هي بتبقى مطلوبه في اكتر في الوظائف يعني occupations معينه يعني. تمام تكنولوجي changes so fast it's hard to dash it، صعب ان احنا نواكب التكنولوجيا الحديثه، كل يوم بينزل في الاسبوع وفي الشهر بلاش في الاسبوع بينزل 5 6 7 موبايلات جديده، مش معقول احنا هنشتري كل شويه حاجه جديده، هو الواحد الحمد لله الموبايل اللي معاه زي الفل وتمام، يبقى keep up with يعني يواكب. When you get to the hospital go directly to x-ray، والله لما تروح المستشفى روح على قسم الأشعة اللي هي بتاعت اكس دي، اللي هي الناس اللي بعد الشر بتتكسر او هيركبوا شرايح وحاجات زي كده بيروحوا هي x-ray department، قسم ايه الأشعة او غرفة الأشعة يعني. The aim of the world is to encourage and encourage the dash and the innovation among school children. يبقى والله بيقول لك الهدف من يعني الجائزة دي ان احنا نشجع الابداع creativity، creativity يعني الابداع. طيب و innovation اللي هو زي الابتكار يعني. Adley was raised as a higher rank. He was given dash he wanted. والله بيقول لك عدلي ده راجل فرصته حلوه ان هو higher rank يعني في مرتبه عاليه او يعني ظروفه مرتاحه. والله he was given the ومش كده وبس، لا ده يعني raised higher rank كمان، يعني واضح ان هو اترقى لمكان اعلى. تمام
لذلك هو أعطي له إيه معنى كده يعني تفسيرا للجملة الأولى، إنه أعطى له بروموشن. بروموشن يعني إيه؟ ترقية اللي هو كان عايزها. بروموشن. Everyone likes working for Mr. Ali. They say he is very kind. الله بيقول لك كل الناس بتحب تشتغل working for Mr. Ali، يعني تشتغل عند مستر علي. They say he is very kind employer. Employer يعني manager يا جماعة، عشان في ناس كتيرة بتتلخبط بين employer و employee. لا، employer يعني manager يا جماعة، manager. تمام. Teaching is considered a dash career. الله بيقول لك ان التدريس يعتبر worthwhile career، يعني مهنة تستحق او مهنة تستاهل. Having masters، اكيد masters degree كلنا حافظينها، masters degree، وحصل على الدكتوراه بعد كده يعني ان شاء الله. هو صح is not as high as PhD، بس يعني المرحلة اللي وراها اللي هي الدكتوراه، يعني الماجستير، masters degree اللي هي الماجستير وبعد كده الدكتوراه. We all want to find dash jobs that pay well to and provide satisfaction. والله كلنا عايزين ان احنا نجد ايه بقى؟ rewarding jobs، يعني مهن تستاهل، مهن لها لازمة. طيب، self control is a sign of dash. التحكم في النفس، وان انت ما تبقاش غضوب كده زي الطفل الصغير لما يعوز يعني اي لعبة ولا اي حاجة تلاقيه يفضل يبكي بقى ويتمرمغ في الارض لانه ما عندوش self control. لكن سيادتك لما تكبر تعرف تظبط مشاعرك، يبقى sign of maturity. Reducing unemployment will be the main dash for the new government. تقليل البطالة. Unemployment. ركز، في ناس بتقرا بسرعة. أنا ما يهمنيش إن أنت تقرا بسرعة. أنا ماشي، أنا شغال أقرا بسرعة عشان الفيديو ما بقاش طويل. تمام؟ لكن أنت هتقرا بسرعة ليه؟ يعني اقرا بسرعة معتدلة، مش السرعة اللي هي كذا سريعة جدا ولا بطيئة جدا. ماشي؟ طيب. تقليل البطالة unemployment، القراية السريعة هتخلي بالك، مش هتخليك مركز مع كلمة unemployment. will be the main challenge for the new government، هيكون التحدي الأساسي للحكومة. having the best dash for the job I am sure you will be accepted، أنا متأكد إن أنت هتلاقيها إيه؟ will be accepted يعني هتلاقيها مقبولة معك. ماشي، احنا وصلنا لغاية ايه؟ reducing the channel. ماشي، having the best qualifications اللي هي الصفات اللي هي او المتطلبات المطلوبة في الوظيفة. you need a dash technician to write your house to rewire as rewire يعني عيد توصيل الاسلاك جوه البيت بتاعك، يبقى qualified. برافو. technician يعني راجل فني كده، راجل بيفهم، كهربائي محترم. تمام، يبقى qualified يعني مؤهل يا جماعة. واحنا قلنا الصفات اللي اخرها ايه دي؟ بتوصف البني ادم نفسه، الحاجة اللي بيحس بيها، الحاجة اللي جواه. My father has worked hard for many years and now he's looking forward to. هتقول لي look forward to ورا ان جي، للاسف كل مرة ما ان جي، معلش هو عايز يختار كلمات مش عايز قواعد. تمام، يبقى look forward to retiring. والله الراجل تعب، اشتغل لي سنين كتير وعايز retiring بقى. Nabila hopes to get her master's degree. لسه حالينا فوق. The Open University doesn't dash any previous educational qualifications. في حاجة اسمها الجامعة المفتوحة، يمكن بعضكم ما يعرفش ايه الجامعة المفتوحة دي. الجامعة المفتوحة دي يا جماعة اللي هي الناس اللي هي ممكن معدية 30 او 40 ممكن يروحوا عادي يلتحقوا بالجامعة. عايز الراجل يخش كلية تجارة، يخش كلية زراعة حتى، يروح عادي ويدرس وليها مناهج وامتحانات وحاجات زي كده. تمام، فبيقول لك doesn't require، مش بتتطلب يعني دراسة سابقة. ان شاء الله حتى لو انت ايه مش مهم. people will need to dash new knowledge and skills throughout their lives. والله بيقول لك ان الناس تحتاج الى ايه؟ acquire، تكتسب يعني new knowledge، معرفة جديدة يعني. acquire inquire يعني يستفسر عن حاجة، عاملة زي كلمة ask. I dash my grandfather's decision to go back to my to education. تمام، يبقى I appreciate your grandfather's decision. ودي جت زيها في الفيديو اللي فات لما حلينا النماذج الاسترشادية، برضو جت كلمة appreciate my teacher's
تقريبا تيتشرز حاجه كده، مش فاكر الكلمه بالظبط يعني، بس هي كان فيها كلمه ماي تيتشر، ماي تيتشرز ورك، ماي تيتشرز اكسبلانيشن، حاجه زي كده غالبا ماي تيتشرز اكسبلانيشن. طيب 35، ذا كومباني نيدز داش كواليفايد ستاف. طب يا مستر ده احنا كواليفايد هي اللي بنختارها، تمام، المره دي جابها لنا، طب احنا هنعمل ايه في الحاله دي؟ لا، الحاله دي عايز تختار ظرف للصفه، ظرف للصفه، يبقى هايلي كواليفايد. طيب 36، which dash of the company do you work in France or sales؟ يا ترى والله فاينانس اور سيلز. بيقول لك والله اي نقط في الشركه انت بتشتغل فيه، والله بتشتغل في قسم الماليه ولا قسم المبيعات، يبقى ديبارتمنت، طالما شركه يبقى ديبارتمنت. طيب government employees usually dash at the age of 60. government employees والله بيقول لك ان الموظفين بتاعه الحكومه دائما بيتحالوا على المعاش في سن ال 60، ريتاير ما فيهاش حاجه. ambitious صفه، ambitious people، الناس الطموحه، تمام، want to dash up with، اسمها keep up with the latest development، الناس الطموحه عايزه تواكب التكنولوجيا الحديثه، بس طبعا هتدفع فلوس على الفاضي. ambitious people want to dash with المره دي بقى كلمه مشابهه ليها بس كلمه تاني اسمها cope with. cope with هي نفسها keep up with، احفظهم يعني، دول سينونيم مرادفات. cope with اهي، cope with هي نفسها keep، ادي keep up with، ماشي، اكتبها عندك في الكتاب. new skills training and dash learning are essential to help the company to meet the challenges and retrain bright staff. new skills training and lifelong learning اللي هي التعلم مدى الحياة يعني، اسمها lifelong learning، تمام، ماشي. والمهارات الجديدة بتساعدك طبعا، بتكون essential، مطلوبة في أي شركة طبعا. طيب she's the only dash of family who still lives in Holland and hasn't come to Egypt. والله بيقول لك she's the only member of the family، هي الفرد الوحيد اللي في العيلة يعني، احنا الفاميلي دي مكونة من members، أفراد. طيب the company dash training course for its employees، يبقى the company provides، أنا مش لسه بقول لك provides اللي هي بتساوي gives، يبقى إيه، اكتبها كده في مخك، provides هي نفسها give. to get a dash have to make outstanding achievements. هي outstanding دي يا جماعه مش كلمه وحشه يعني، شكل اصل اولها كلمه out، فانت تقول out دي كلمه وحشه يعني، حاجه متخلفه، لا، هي out دي معناها outstanding على بعض، معناها رائع او خلاب او جميل، بتساوي wonderful يعني. يبقى to get a promotion، لكي تحصل على ترقيه you have to make outstanding achievement، لازم تعمل انجازات، اما انا هرقيك ليه؟ مش لازم اشوف انجازاتك الاول. My friend is thinking of dash on finance course at the business college. والله بيقول لي صاحبي my friend is thinking of، بيفكر في is thinking of applying on applying، لا طبعا apply عايزها apply for، لا هي enroll on، الوحيده اللي هي بيكتب اسمه او يدرج اسمه او يسجل اسمه في كورس خاص بالماليات يعني، بالنسبه للناس اللي طالعه من كليه التجاره، تمام، ف enrolling on finance course. طيب he isn't dash for this special task، يبقى he isn't qualified، هو ليس مؤهل، هو ليس مؤهل لهذه المهمه. سلمى has lawyers has always been very dash she will be very good author. يبقى سلمى has always been very creative. creative يعني مبدع، creative يعني مبدع. فبيقول لك والله سلمى دايما يعني مبدعة، creative، عندها افكار جديدة. he was worried about being mad made being made dash at work. والله هو بيقول لك الان وخايف علشان اصبح redundant، redundant يعني عاطل، unemployed يعني،
بالنسبة لي for me a park with trees at the dash place. أنا عايز أقول أحسن مكان أو المكان النموذجي. مين في دول صفة يا جماعة؟ مش معقول ذا ورست طبعا، لا the ideal، الطبيعة الحلوة الجميلة، لما كمان أروح بيكنيك نزهة في الهواء الطلق كده. Studying another language is a very rewarding experience. حاجة تستاهل، حاجة تستحق. Rewarding experience، خبرة ذات إيه؟ ذات قيمة يعني. Every teacher considers teaching a dash career. والله بيقول لك كل مدرس بيعتبر ان التدريس worthwhile career، يعني مهنة تستاهل. تعال نشوف اللي بعده. Young people need to understand that learning must be dash. لازم التعلم يكون مدى الحياة يا جماعة. Lifelong. Must be lifelong. طيب. He left school at the age of 14 and later returned to education. الله يساب المدرسة في سنة 14 ورجع لها تاني. As an adult through dash learning. دي دايما بقى بتوقع ناس كتير، وانا مش فاهم ليه بتوقع ناس كتير. كل الناس بتختار كلمة distant. يا عمي ليه distant يا عم؟ الله يرضى عنك. اسمها distance. Distance learning اخرها CE، التعلم عن بعد. مش صفة واسم، اسم جنب اسم، اسم مركب، عاملة زي كلمة ايه world cup. انا هفضل ماسك في الكلمة دي عشان افكره world cup. تمام. طيب. Pupils don't have to pay for their books. The school dash them. بيقول لك والله البيوبلز يعني زي التلاميذ don't have to pay for their books. ما بيدفعوش تمن الفلوس يعني. تمام؟ تمن ال مش تمن فلوس، تمن الكتب يعني. The school طبعا gives them or provides them يعني. My cousin used to be a soldier but now he's dash to be a teacher. But now لكن حاليا he's retraining to be a teacher. هو حاليا بي يعني يعيد تدريبه. RE يا جماعة معناها يعمل الحاجة دي تاني، يعمل الحاجة دي تاني. Retraining. طيب. She's extremely well. Well دي ظرف يا مستر، عايزين وراها صفة، يبقى well qualified. Well qualified. ماشي. مؤهل جيدا. Dash people are able to make good decisions. والله الناس اللي هم نقط يعني بيعمل قرارات حكيمة. And judgments based on reason. طيب. يبقى مين فيهم اللي بيعمل قرارات حكيمة؟ Sensible. Sensible people. الناس الحكيمة. العقلة. ليس الناس الحساسة. اللي هي بتمشي ورا مشاعرها، ولو ما واحد يبكي قصادهم يعطفوا عليه مش عارف ايه والحاجات دي. لا. طيب. The students in this class are not making dash progress. الكلمة الطويلة المغفلة دي شايفها دي؟ تعتبر صفة بقى، تخيل؟ يعني حاجة غريبة يعني. طب هتقول لي مستر طب ما ساتسفايد صفة برضه يعني انت بتتكلم فيه؟ اقول لك ساتسفايد دي معناها انا حاجة حاسس بيها. تمام. لكن انا بتكلم عن التقدم. التقدم يعني ايه حاسس بيه؟ يعني حاجه جوايا ساتسفايد. انا راضي عن موقفي، راضي عن الموبايل اللي انا ماسكه دلوقتي بتفرج عليه على الفيديو، راضي عن حياتي عموما. دي حاجه انا جوايا حاسس بيها. لكن ساتسفاكتوري دي اللي هي يعني مجازا كده او تشبيها يعني بتساوي اللي هي الاي ان جي، عارف زي كلمه انترستينج. انترستينج فيلم يعني الفيلم ده لو اتفرجت عليه هتحس ان انت انترستد. لكن الفيلم ذات نفسه انترستينج، شيق، ممتع. كذلك الانجاز اللي انت عملته ده انجاز مرضي، يعني عارف انت كلمه مرضي كده او ممتاز، اقرب لممتاز. تمام. لما تحل مثلا 48 سؤال من 50، لا كويس، ساتسفاكتوري يعني، هذا انجاز مرضي. فدي اشبه بالصفات اللي بيكون اخرها اي ان جي يعني. بس احنا طبعا مش هتمشي الاسطمبه دي ثابته، اللي هو الصفه اللي بحس بيها اي دي اللي احنا بين قوسين بتقول بتيجي مع العقل، والصفة اللي هي مع غير العقل اللي هي زي ما كان بيحفظونا واحنا في اعدادي اللي اي ان جي دي مع غير العقل، والاي دي مع العقل. لا الفكرة مش كده، الفكرة ان الاي دي حاجة جوايا انا بحس بيها، انا راضي ساتسفايد. لكن الانجاز اللي انت عملته خلاص ده في حد ذاته الانجاز نفسه ساتسفاكتوري، انجاز مرضي. اتمنى تكون ايه واضحة. A company in my town closed last week. الشركة قفلت الأسبوع اللي فات
وثابت 300 عامل unemployed او redundant. ماشي سهل. When he had achieved his ambition, لما حقق طموحه لاسمه مش ambitious. He felt ايوه felt هو اللي جواه بقى حاسس جواه satisfied. The course's fees اتعاب الكورس يعني must be paid in full at the time of dash at the time of enrollment. وقت ايه بقى؟ وقت التقديم لما سيادتك تروح تقدم اسمك تدفع. Visitors should inform the dash of their arrival at the hotel. والله بيقول لك الفيزيتورز شود انفورم ذا ريسبشنست. ريسبشنست ده الراجل او الموظف الاستقبال اللي قاعد وبياخد كل بياناتك. I hope the new dash I am learning will make me more employable. I hope the new skills. اتمنى ان المهارات الجديده اللي بتعلمها بتخليني قابل للتوظيف اكتر. Disabled and disabled as well as able-bodied children. والله كان طفل معوق او طفل سليم. Can enroll. الحرف الجر بيجي مع كلمة enroll. صح. On. برافو. يبقى enroll on. One of the supermarkets in our town has 50. ايوه في كم موظف. ايوه employees. employees يعني موظفين. ماشي. I believe that I have the best dash for the job. والله انا بؤمن تماما ان انا عندي احسن qualifications احسن مؤهلات للوظيفة بتاعتي. All the best. All the best dash would like highly qualified staff. ما احنا لسه مختارين فوق highly qualified staff. طب مين اللي بيحتاج staff فريق عمل يكون فريق عمل يعني ناجح ومميز؟ اكيد المديرين. يعني المدير هو اللي بيحتاج فريق عمل ناجح عشان خاطر ايه يقدر ينتجوا لي شغل كويس. المديرين هم employers اللي احنا بنقولنا بنسوي managers. Doing things for other people can be very worthwhile experience. خبرة تستاهل أو خبرة تستحق. I have always wanted to paint that paint. والله طول حياته وأنا نفسي ألون وأرسم. That's why اللي هي بتساوي كلمة so. صح. So يعني لذلك. So I have enrolled on an art course. دخلت في كورس رسم. When the job is dash, the employee الموظف has to look at look for another one. والله when the job is over لما ايش يعني الوظيفة خلصت او مفيش وظيفة حاليا الموظف لازم يشوف وظيفة تاني. انت حتى بتكتب لك في نهاية الجيم يقول لك game over. game over يعني الجيم خلص. تمام. او ممكن مثلا الموظف ده الوظيفة دي تكون حاجة كده زي مثلا شغل حر خلصت الشغل معك هشوف شغل مع غيرك. All dash in our company get annual bonus. annual على فكرة معناها سنوي. في ناس كتيرة مش عارف يعني annual. annual يعني سنوي. bonus before the summer holidays. طيب all employees كل الموظفين اللي في الشركة بياخدوا اتعاب سنوية او ليهم حوافز. bonus يعني زي الحوافز. universities dash the country with highly qualified young people. give. طب ما فيش give يا مستر. provide ولا يهمك. provide. she has worked very hard this year so she is hoping for a dash at work next year. يبقى نفسها في ترقية. promotion. promotion يعني ترقية. dash for the course will take place next year. والله بيقول لك التقدم للكورس يعني enrollment for the course. لكن enrollment for the course لكن التاني اسمها enroll on. so many teenagers think that they have the ايوه ما يعني العديد من التينيجرز. التينيجرز هم المراهقين من سن 13 ل 19. تمام. maturity لا حاسوا ان هو بقى جايب maturity to understand life properly. عندهم النضوج وعندهم قدرة على فهم الحياة بشكل دقيق وتحليلها نفسيا وعلميا واستراتيجيا وبخبر بقى خبراء زمانهم يعني. وما بيغلطوش أبدا على فكرة المراهقين كلهم صح سبحان الله يعني.
After we interviewed Ali, بعد ما قابلنا علي, we became sure that he was dash suited. طب suited يا مستر آخرها ED, يعني غالبا فعل في التصريف الثالث بيتعامل معاملة الصفة, بيتعامل معاملة الصفة, يبقى عايز قبله ظرف. أي الظرف فيهم اللي فيه ال y, 99% من الظروف أو الحال يعني بيكون فيه ال y, يبقى ideally. In Egypt, children attended primary school, بيحضروا يعني بيروحوا المدرسة الابتدائي, تمام, أو المدرسة primary school هنا أصح هي ابتدائي, بس ممكن يقصد إيه, من سن 5 ل 11, يعني تقريبا سن 6 ابتدائي فعلا, يبقى between the ages, صح, between the ages of 5 and 11. Most students start looking for معظم التلاميذ بيبحثوا عن اكيد العماله, employment, عايز يثبت نفسه كده, يبقى واد جامد كده وبنت معتمده على نفسها. What's the normal dash age, ايه اكتر يعني, what's the normal retirement age, retirement age اللي هي سن التقاعد يعني, in your country, في البلد بتاعتك. Selecting dash course for my job isn't easy, but I try to do some of them to be always employable. والله selecting a suitable course, ان انا اختار كورس مناسب ليا, دي مش حاجة سهلة, isn't easy, بس انا بحاول يعني ان انا اكون employable, قابل للتوظيف يعني. 80, the largest dash in the city is car factory. والله بيقول لك ان the largest, هنا كلمة غريبة جدا يا جماعة, كلمة employer, احنا من شوية بنقول employer بتساوي manager مدير, هنا بقى employer بقى معناها الشركة بقى, company, خد بالك, يبقى اكبر شركة employer هنا جاية بمعنى company او firm. فاكرين كلمة firm, firm, في ناس برضو ايه مخها شغال برضو معايا, في ناس مخها شغال, برافو, بتجيب مرادفات كده وهي بتقرا معايا. طيب the courses are designed to boost confidence, تقوي او تعزز الثقة في الشباب اللي هم المتقدمين يعني young applicants, قبل ايه بقى, قبل الانترفيوز, انترفيوز اللي هي المقابلة الشخصية, يقول لك تعمل ايه بقى في المقابلة الشخصية وتبقى ازاي ترد وحاجات زي كده. The dash student, انا عايز صفة, ماله طالب ماله ده, must earn his own living, لازم يكسب قوته يعني, for at least 3 years to be able to get his degree. والله بيقول لك لازم يعني يشتغل لمدة 3 سنين لكي يكون قابل إلى إيه, للحصول على هذه إيه الدرجة يعني, تمام, يبقى mature, إزاي هيبقى كده يعني, mature student, التلميذ الناضج يعني أو الكبير. طيب if necessary we will have to dash some outside people to finish the job and meet the deadline. deadline يعني موعد النهاية يا جماعة. فبيقول لك if necessary, لو الدنيا ضروري يعني, لو من الضروري قوي, we will have to employ some outside people, نعين والله ناس من برا تساعدنا عشان بس ايه الموعد النهائي ما يعني ما نوصلش الموعد النهائي احنا مش مخلصين, meet the outline يعني نوصل الموعد النهائي. There were accusations by the media that government was dash public money on useless projects. الله بيقول لك في accusations, في بعض الاتهامات على الإعلام يعني إن الحكومة بتهدر الفلوس إذا لم اللي هي on useless projects, على مشروعات غير مفيدة, تمام. The chairman told the news conference, بيقول لك ال chairman told the news conference that some members of the dash would lose their jobs. chairman طبعا اللي هو ايه الراجل الرئيس يعني, chairman اللي مع الكرسي بقى, المانجر يعني, قال في المؤتمر بقى, في اخبار المؤتمر, ان بعض الاعضاء من الفريق العمل يعني of the staff, تمام, would lose their jobs. الله يطمنك بالخير, هيقعدوا في البيت, lose their jobs يعني يقعدوا في البيت, يخسروا الوظيفة. طيب هاي
The company needs more dash assistance from assistance from the government in order not to declare bankruptcy. بيقول لك والله الشركة تحتاج أكثر more financial assistance. More financial assistance يعني محتاجة بعض المساعدة المالية يعني. More financial assistance يعني. طيب. Although he was quite young, راجل صغير في السن يعني, he worked hard and was dash to the manager. والله ترقى وبقى مدير. يبقى promoted after a year. يا بخته. Lifelong learning means learning should be تعلم مدى الحياة يعني طول حياتك تبدأ تتعلم. تمام؟ معناها permanent. Permanent يعني ثابت. تمام؟ Permanent يعني ثابت. I think it's very unkind of you to make up stories. Make up stories يعني تختلق أو تألف قصص وتكذب. تمام؟ Make up stories يعني تكذب يعني من البلد يعني. You have to watch dash because there are landmines all over the place. يبقى you have to watch out, تحترس, خلي بالك. يوجد land mines في ما في يعني ألغام بقى في كل حتة هنا. The dash department in our company is looking forward trainee. نفسهم في trainee يعني متدرب to assist the account payable accountant. ماشي. الله بيقول لك والله بيقول لك ال finance department قسم المالية finance department في الشركة بتاعتنا عايز بيبحث عن راجل متدرب training to assist عشان يساعد في ال accountant, يساعد في وظيفة المحاسب. المحاسب اللي هو زي الكاشير كده يعني. تمام. Most children in Egypt dash in full-time education until they are at least 18 years old. والله معظم الأطفال بيقول لك بيكونوا في التعليم لغاية سنة 18. يبقى remain أو still. كلمة remain أو still معناها يبقى أو يظل. لكن كلمة maintain يعني يصلح حاجة أو يحافظ على حاجة. قصدي يحافظ. maintain يعني keep. يخلي الحاجة دي معاه. Managers may spend as much as 50% of their dash lives engaged in meetings and various types. ولكن managers may spend as much as 50% of their working lives, حياتهم العملية يعني اللي احنا بنقول عليهم career. فاكر كلمة career؟ تمام. هي دي نفسها working lives. Finding the resources of activities which will interest the students. إيجاد الأنشطة والمصادر التي يعني نقول إيه تعجب, اللي بتعجب التلاميذ يعني. و promote speaking and self access resources, وبتخلي التلاميذ يعني برومت يعني طبعا بتنمي عندهم اللي هو التحدث والحاجات دي. تمام. يعتبر الحاجات دي ايه بقى؟ سيلف اكسس ريسورس, الوصول الذاتي لتنمية المهارات دي يعتبر تشالنجينج. تشالنجينج يعني موضوع فيه تحدي. اتس تشالنجينج عايز صفة, عشان كلمة بي عايز فيرب بيحتاج غالبا صفة يعني 99% من الجمل وراء صفة. After completing my course, I did a degree dash the Open University. I did a degree at the Open University. عشان أي جامعة في الدنيا تاخد at. I don't know how to cope with looking after her family and doing a dash job. والله بيقول لك I don't know how to cope with looking after her family. إن أنا ما أعرفش إزاي هي بتتواصل مع العيلة بتاعتها يعني, وفي نفس الوقت هي بتعمل الوظيفة بدوام كامل full time full time job. You had better look for look dash ما عارفش لسه look ايه بالظبط carefully before making the final decision. تمام. عاوزين
هي لوج دي ليها كذا معنى. بيقول لك قبل ما ناخد القرار النهائي، لا هنا على فكرة you'd better look for carefully. look for هنا معناها ينتظر، يعني جايب معنى زي ينتظر، ابحث شوية في الموضوع ما تتسرعش. طيب he wants to do worthwhile job so he joined charitable organization. عايز المضاد antonym of the word worthwhile، حاجة تستاهل، حاجة ليها لازمة، يبقى حاجة worthless ليس لها قيمة. The company's items are available local community. We hope to get promotion soon to export our products. نصدر منتجاتنا. عايز المضاد بتاعت local، كلكم شطار، international، برافو. تمام. The training program aims to make workers more employable. يقول لك السينينم بتاع كلمة employable ايه؟ ايوه workable. workable يعني ايه؟ قابل للتوظيف. تمام. I wish my parents would treat me like، عايز اقول شبه واحد كبير، يعني يعملوني ان انا كبرت بقى، grown up. التصريف الثالث احنا اعتبرناه صفه، التصريف الثالث اعتبرناه صفه، يبقى grown up او adult. طيب بالنسبه لادفانسد اديني الاجابات بتاعتي اهي، واللي عايز يصححها كده اهو، واللي مش فاهمها يبعت لي على الماسنجر وانا هرد عليه باذن الله. تمام. تعال نشوف الجرامر. My teacher dash me not to underestimate the power of the mind. تمام. يبقى the teacher advised me ان انا ما يعني لا اقلل من شأن القدرات العقلية. طبعا يبقى advised me not to underestimate. advised me نصحني. طيب I advised her، طبعا دي فعل، اي فعل في الدنيا عايز to يا not to. والله هنا بيقول لك يعصي، disobey، يعصي والديه، يبقى not to disobey، ان هي ما تسمعش كلام أهلها في البيت، دي غلط يعني. أحمد's parents warned him ودي فعل، فعل يبقى to أو not to أوتوماتيك. طب يبقى هنا مفيش غير not to أساسا، لأن مفيش حاجة اسمها to not أصلا، اسمها not to، لأن to بتبقى جنب الفعل على طول كده يا جماعة، مفيش مسافة بينهم ولا كلمة بينهم. My father advised me my time. لا my time دي الوضع مختلف، ده اسم، يبقى not to waste. not to waste ان انا ما اضيعش وقتي، not to waste my time. the teacher told Mona، المدرس قال Mona to collect the exercise books to، لكي يجمع، عاد فاش حاجة، to هو الفعل في المصدر شبه اللي فوق. answer فعل، يبقى to او not to. طيب يبقى she told me not to answer، لان مفيش to اصلا. Peter dash the waiter to bring him the ketchup، some ketchup، يبقى أكيد طلب من الويتر، asked هنا معنى طلب يعني. طيب the airport security guard dash me to put my bag in the container، يبقى the airport security guard told me معناها أخبرني. تمام. told me، عشان told عايزة مفعول به يا جماعة. تمام. told عايزة مفعول به، ما تقوليش said، لو said يبقى وراها كلمة I مش me، وراها كلمة I. طيب و suggest me المفروض وراها put على طول، suggest me وراها put على طول، مصدر. I asked her she asked her sister not noise، يبقى she asked her sister not to make noise، not to make noise. he asked them dash to his house as quickly as possible. he asked them to come to يعني يأتي إلى البيت بتاعه. تمام. to come to his house بسرعة، as quickly as possible. the police dash him not to panic، ما تخافش، ما تبقاش خايف. يبقى the police إيه بقى؟ طلب منه
wondered. wondered هنا بتساوي asked يا جماعه، تساوي asked. ده security guard الراجل الحارس يعني، نقط مي اكيد مي طبعا هبعد عن كلمه سيت خالص. تمام، told me to stand behind the line، قال لي اقف ورا الخط. طيب he dashed his father to let him go to the restroom that day. الله يفضل يترجف بابا شويه ويتوسل له شويه. he begged his father، لان begged من ضمن الكلمات اللي بيجي وراها مفعول به. he reminded me، فكرني. طالما فكرني يبقى ان اشتري، تو باي، ان اشتري، تو باي، ان اشتري، تو اللي هي ان يعني. the police dash him to tell them what had happened the previous night. يبقى the police بيستفسر، يستجوب، inquired، asked him، طلب منه او asked، حتى مفيش asked تاني، مفيش غير inquired. يبقى inquired هي نفسها asked. he dash us to leave then as it was very late. يبقى he طلب مننا، order us، طلب مننا ان احنا نمشي عشان الوقت متاخر. طيب he dashed to turn the music down as he was trying to get to sleep. يبقى he told us، told عشان وراها مفعول به زي ما اتفقنا. the doctor dashed me to get plenty of rest. The doctor advised me، طلب مني او نصحني، مش طلب مني، هو ملوش عندي دين يعني، تمام، بس نصحني، advised me. طيب passengers dash to fasten the seat belts، يقول لك ان المسافرين طلب منهم بقى، طلب منهم بواسطه الطيار يعني، مثلا are requested، are requested. Jane advised me not to watch the new film. يبقى جين نصحني، advised me not to waste the new film، ان احنا ما لا نشاهد الفيلم ايه الجديد. هاني داش مي not to eat so much junk food. هاني reminded me not to eat so much junk food. يبقى فكرني، reminded me، عشان remind عايز مفعول به، لكن remember مش عايز حاجة. dad suggested، اكيد suggested مفيش وراها هنا فاعل ولا حاجة خالص، يبقى هنختار ing او gerund، احنا بنقول عليها gerund going. he dash me to read that book. والله هو الراجل نصحني، حفزني، urged me بمعنى نصحني او حفزني. he dash me to lend them my pen. يبقى هي طلب مني بأدب، requested، requested يعني طلب بأدب. she ordered the children dash screaming. طلبت من الأطفال to stop، to stop، تبطل صراخ شوية. the teacher dash me not to forget my homework. يبقى the teacher نقط me، طالما في me مفعول به يبقى reminded، فكرني. she dash me to bring her a cup of coffee. طلبت مني، asked me، مفيش حاجة. the doctor advised the patient dash consume so much sugar. يبقى the doctor advised the patient، طلب من الراجل المريض يعني not to consume، ما يستهلكش سكر كتير. she dash me، طالما في مي مفعول به، مفعول به، ابعد عن ست خالص. يبقى to play football in the garden. والله قالت لي العب كوره بس العب في الحديقه يعني. told me، she told me ال 30 يعني 30، she told me dash at the child. يبقى ما تزعقش في الولد. not to shout at the child، ما تزعقش في الولد. I dash him to obey his parents. يبقى I advise them، I advised them انا نصحته يعني، انا نصحته to obey his parents، ان هم يطيع والدين. my mom dash me not to talk to my neighbor. يبقى my mom told me، قالت لي، told me قالت لي not to talk to my neighbor.
طلبت مني هي دول دور مفعول به وسيد مستحيل في جوارها مين. He told me طلب مني not to her like that. Not to talk to her like that. ما تكلمش معها بالطريقة دي. طريقة مثلا مش كويس يعني. يبقى not to talk. تمام؟ He dash me. أكيد هبعد عن سيد. مفيش سيد المرة دي. Not to go and see the new film. يبقى he advised me. والله قال لي الفيلم ده رائع. روح احضره في السينما بكرة مثلا. He dash that experience I exercised regularly. والله بيقول لي المفروض ان سيادتك تتدرب بطريقة منتظمة regularly. تمام؟ يبقى he told me. He told me. آسف مش told me لأن مفيش me أساسا. He requested. He asked يعني عارف كلمة asked هي نفسها requested. طلب يعني. I told them dash bite his nails ما يفضلش يعضعض كده في ضوافره تمام يبقى not to not to she always dash me not to forget her يبقى she always asks me طلبت مني او سألتني يعني بمعنى طلبت مني يعني زي اللي فوق يعني ان انا ما انساهاش يعني ماشي the doctor advised me dash more fruit يبقى advised me to eat more fruit طلب مني ان اكل فاكهه كتير طيب دي حاجه حلوه Mrs. Smith dash us not to play in front of her window يبقى قالت لنا اصل شوتد عايزه ات اللي اختار لي شوتد عايزه ات شوتد ات اس لكن هنا مفيش كلمه ات يبقى told us تمام ومستحيل said عشان في مفعول به هنا I dash noha to pass me the salt. تلفيني الملح. تلفيني الملح. يبقى أنا طلبت من سهر. Asked سهر. نوها قصدي. Asked نوها. She told me dash a mess. يبقى إن أنا ما عملتش هوسة أو يعني ما عملتش كده دربكة في المكان. Not to make. Not to make a mess. She told me the washing up. يبقى she told me قالت لي بقى مش انا يعني ان انا اعمل الغسيل يعني تمام ده washing up المواعين والحاجات دي she dash me to help her with her homework يبقى she asked me to help her with her homework طلبت مني ان انا اساعدها في شغل البيت في الواجب يعني homework سميرة told her friend dash her alone سميرة طلبت من صاحبتها تمام ان هي تسيبها لوحدها بقى طالما هنا امر يعني بس امر بصيغه عشم يعني to leave her leave me alone فبقت to leave her alone يعني. my father asked not to let and not to be late يبقى my father reminded us فكرنا reminded us not to be late عشان remind عايزه مفعول به remind عايزه مفعول به تعال نشوف الكولكيشنز collection of confusing exercises He studied metallurgy اللي هو علم الفلزات as dash a student having spent 10 years working in the foundry. الفاوندري ده اللي هو المكان اللي هو يقول على المسبوكات او المكان اللي بيصهروا فيه المعادن والحاجات دي. طيب هو طبعا واحد يشتغل في مكان زي كده وليه 10 سنين يبقى اكيد ماتشور بقى اللي هو راجل بالغ. تمام. I can see an increasing dash in how she understands the word. The word. أنا شايف في نضوج. شايف في نضوج في فهمها للحياة يعني أو للعالم يعني. Maturity طبعا. 500 workers were made dash when the 10 market collapsed. طبعا الماركت اللي هو يعني السوق بتاع حاجات اللي هي خاصة بالحديد والصفائح والحاجات دي يعني اتدمر او وقع او حصل له مصيبة ف 500 عامل دول اصبحوا بلا عمل redundant او unemployed over 500 workers face يواجهوا البطالة redundancy تمام Adam count
cannot dash on his social, on his local school because the class is full. يبقى اللي وراها on نسبة 90% enroll. fees اللي هي الأتعاب أو الفلوس يعني must be paid in full at the time of enrollment. سيادتك وانت بتقدم في أي كورس بتدفع فلوس. The government is committed to dash the development of and use of public transport. ما بيقول لك الحكومة is committed to ملتزمة بيه. is committed to يعني ملتزمة بيه promoting the development. تنمية اللي هي ايه؟ تنمية ال development اللي هي التطور والتنمية والحاجات دي. A college course المنهج اللي في الكلية يعني can help you find work to get جيت ايه بقى اللي بيجي بعد جيت يحصل على تمام تو جيت. لو قلت تو جيت انا مركز هنا لقيتها اور مش تو. لو قلت تو جيت يبقى تو جيت بروموشن. شفت القرايه السريعه اللي بحذرك منها من دقيقه من حوالي ربع ساعه بقول لك بلاش قرايه سريعه. يعني انا شغال اقرا بسرعه رحت قريت كلمه اور قريتها تو. لا هي مش هي المفروض اور جيت بروموتد. جيت بروموتد يعني تترقى. لكن لو قلت لك انت تو جيت يبقى تو جيت بروموشن. شفت شفت مش بقول لكم. هي واز داش اوف كوزز انكلودنج انفايرمنتال بروتكشن. يبقى هي واز ا بروموتر. هو المتعهد. بروموتر يعني متعهد. هو الـ زي ايه كلمه سبونسر كده. Their chances of dash to premier league are pretty poor. بازل chances of promotion. فرص الترقية. promotion الترقية. للبريمير ليج اللي هو الدوري النهائي يعني. او مش النهائي يعني الدوري اللي هو دوري الاول. الدوري الاول اللي هو بيقام في بداية المباراة. طيب تعال نشوف اللي بعده. We have a very lively discussions. والله في مناقشات ساخنة كده. Which presently dash our time and our thoughts. عاوز اقول المناقشات دي بشكل جميل كده بتعمل ايه بقى؟ employ our time. تمام؟ احنا عارفين طبعا كلمة employ معناها يوظف. طب ايه ازاي هنوظف الوقت والافكار؟ لا هي معناها يستغل. بيستغل وقتنا وافكارنا وفكرنا يعني. تمام؟ فكلمة employ معناها يستغل. His financial problems escalated or increased after he became مشاكله المالية بدأت تزيد بعد ما بقى عاطل unemployed. All the dash who were in our factory work 10 hours a day. كل الموظفين اللي عندنا بيشتغلوا 10 ساعات في اليوم. يبقى employees موظفين. The government always provide training schemes that aim to make young people more طالما مور يبقى عايزه صفه يبقى employable. مور employable. وبعدين دي حاجه حلوه يعني training scheme او training projects. بس scheme دي كلمه امريكي. هي البريطاني بتاعها اسمه project. يعني مشروع للتدريب. تدريب الناس اللي هو الشباب يعني young people ان هم يكونوا قابلين للتوظيف اكتر. Many of the industries which dash engineers and scientists derive a large portion of their business from defense contracts. يبقى العديد من الاندستريز اللي هي الصناعات تمام employ engineers. employ يعني ايه؟ يوظف او يعين عديد من المهندسين والعلماء تمام في هذا القطاع. طيب after graduation بعد التخرج she found the dash with local finance company مع شركة محاسبة أو شركة مالية. طيب يبقى found employment لقيت وظيفة أو تعيين أو عمل. The factory is the largest single dash in the area. The factory المصنع هو أكبر single employer. employer يعني مدير يعني أو مكان احنا قلنا زي كلمة firm شركة يعني. The personnel manager مدير الموظفين يعني المدير بتاع المكان has been casting about the for somebody who can act as a dash
طيب الراجل المدير ده كاستنج اباوت، اكتب لي تحتها كده لوك فور. كاستنج اباوت هي المرادف ده كلمه لوك فور، يبحث عن. يبقى كاستنج اباوت ذات سمبودي هو كان اكت از ا ريسبشنست. ريسبشنست يعني موظف استقبال، موظف استقبال ريسبشنست. طيب فورين اكسشينج سيرفيس، تبادل الخبرات الاجنبيه يعني، او الخدمه فورين اكسشينج سيرفيس اللي هي الخبره الاجنبيه المتبادله يعني، ات ذا ماركت ريت، تمام، في معدل السوق يعني، is available at the dash desk on this hotel. يبقى متاحه في ريسبشن ديسك. واحد يقول لي ريسبشنست، يا حبيبي المكتب مش بتاع ريسبشنست واحد عشان تقول لي ريسبشنست، هي اسمها ريسبشن ديسك اصلا. طيب ميلو ميوزك and lighting help dash to the right atmosphere. تمام، ميلو ميوزك يا جماعه معناها الموسيقى الهاديه، الموسيقى اللطيفه، وكمان اللايتنج الاضاءه يعني، ساعدت في خلق كرييت ذا رايت اتموسفير اللي هو المناخ كده او الجو الحلو كده، جو الانبساط كده. Editors complain about the lack of dash in the ideas put to them. والله بيقول لك ان الاديتورز complain about the lack of creativity، نقص او قله في الابداع creativity. طيب احمد مراد، تمام، is a dash genius who can attract readers attention. تمام، طب ايه الثاني؟ نلاحظ معلش في حاجه عاوز اقول عليها، ان كلمه جينيوس دي اسم فعايز قبلها صفه، تمام، الاسم عايز قبله صفه، تمام، شخص ذكي هنقول عليها ذكي، لكن هي شخص ذكي او عبقري يعني، فاحنا عايزين دلوقتي كلمه كرييتيف صفه، كرييتيف. طيب more people compete dash for ways to develop or find the substitutes. يبقى compete creatively. compete فعل يتنافس بشكل مبدع، creatively ظرف او حال. طيب she is well dash، اكيد well عايزه وراها صفه عشان دي ظرف، يبقى well qualified. well qualified. it was decided that all men in the armed forces should dash for the franchise اللي هي حق امتياز. ماشي، يبقى it was decided، من المقرر ان كل الناس اللي في القوات المسلحه should، عايزه مصدر qualified، هي المفروض should be qualified، بس هنا should qualify هنا بمعنى يؤهل يعني، تمام، يؤهل للايه؟ للامتيازات اللي هم هيحصلوا عليها. nurses in training should be given guarantee ضمان of employment following qualifications. qualification يعني ايه؟ المؤهلات المطلوبة يعني، following qualification. if you are employer please don't employ dash account clerk. والله لو انت سيادتك راجل مدير يعني، من فضلك عين، ما تعينش، don't employ، ما تعينش unqualified account clerk، ما تعينش موظف حسابات مش فاهم، يا اما هيودينا في داهية. most students here are studying for a dash at diploma level. معظم التلاميذ هنا بيقول لك بيدرسوا في for a qualification. qualification اللي يكونوا مؤهلين للمستوى الدبلومه اللي هو بعد الكليه. تعال نشوف الجرام. the teacher warned Mustafa، هي نفسها the teacher warned Mustafa. بس هنا بيقول لك his eyes on his own paper، يخلي عينيه على ورقته اثناء الامتحان. وهنا at his neighbor's paper during the test، على ورقة اللي جنبه يعني، تمام، يبقى هنا ورقته طبعا اكيد to keep his eyes. طبعا الجملة الثانية not to look at، انا عايز اعكس الجملتين، ان هو دايما خلي عينك على ورقة اللي جنبك وما تخليش عينك دايما على ورقتك بس، او مش انا عايز اقول كده، هو ده يعني بيحصل مع معظم الطلبة يعني، الا القليل منهم اللي عايز يحل بمجهود يعني. طيب Ali encouraged me، علي شجعني،
اكيد طبعا to take sing lessons، ان انا اخد دروس اللي في الغنى يعني to take عادي مفيش حاجه. I encouraged me برضو singing lessons، بس هنا مفيش كلمه me، يبقى encouraged taking، encouraged مع عشان مفيش كلمه me بقول taking. طيب دي مجهوله بقى، I was encouraged، I was encouraged يبقى to take مفيش حاجه. Singing lessons were encouraged، اكيد طبعا الدروس ان هي تؤخذ، to be taken، to be taken تؤخذ. تعال نشوف تيست. She is very dash and usually comes with new ideas. She is very creative. هي والله مبدعة. فاكر لما قلنا فوق جينيوس اللي هو شخص مبدع، شخص مبدع، وبعض الناس منكم كانت مفكره كلمه جينيوس صفه؟ لا هي اسم، اسم موجود، اسم يعني الشخص الذكي. تمام. طبعا فيري عايزه وراها صفه زي كلمه فيري جود اللي احنا كنا بيكتبوها لنا زمان، ما كانوش بيكتبوا جود فيري، لان الظرف بيجي قبل ايه؟ قبل الصفه. He dash going into business on their own. يبقى هي suggested، الوحيده اللي وراها ing suggested going. He wants dash on. يا سلام، 90% مصر كلها هتختار enrolled على طول، كتب اسمه او ادرج اسمه او سجل اسمه. The secretary asked me، طلبت مني، طلبت من ايه؟ to give his this note to رأفت ولا رائف ولا ايه؟ المهم يعني to give this note. تمام. Besides being a mother to three children, she is a، بالإضافة إن هي كونها أم لثلاث أطفال، ده كمان بتدرس كمان، a mature student، طالب يعني، يعني طالب، طالب يعني في جامعة. Our teacher dash us to use dictionary whenever we are uncertain of the spelling word. But our teacher encouraged us، شجعتنا يعني. The new management decided to dash entire workforce. يبقى the new management encouraged us أو encouraged to retrain the entire workforce، القوى العاملة، retrain نعيد تأهيلهم تاني وتدريبهم تاني، retrain. Entire يعني كل، all يعني عامل زي كلمة all. Even though هي نفسها معناها although. I asked the people in front of me at the movie، بالرغم ان انا قلت لهم اهدوا شويه، to be quiet، they kept talking، فضلوا يتكلموا. We all felt we had done something worthwhile، بالاضافه ان احنا كلنا متفقين ان احنا نعمل حاجه كده مفيده، worthwhile to the local community. I expect Maya to pass the test as she has answered all the questions. I expect Maya to pass، اتوقع دايما اكسبكت معاها تو عشان تريح نفسك، دايما اكسبكت معاها تو. How many workmen، كم عدد العمال يعني، do you employ at the factory؟ اكيد do you عايز اقرا فعلي في المصدر يعني. The lady صاحبة البيت يعني اللي احنا فيه has asked us، مالها طلبت مني ايه بقى؟ to be quiet after 9 بعد الساعة 9. طب ده الناس بتصحى من الساعة 9 أساسا. معلم. Please send your CV to the personnel. Personnel اللي هو مجموعة الموظفين اللي هو staff يعني. Department. قسم الموظفين يعني. والله إن كان عندك CV وديه لقسم الموظفين هناك، أو اللي هو زي يقول شؤون العاملين يعني. The policeman warned us to dash. أكيد طبعا حذرنا، يبقى دي اكيد في حاجه غلط احنا هنعملها، فهو قال لنا ما نعملهاش، يبقى not to bark، not to bark. By working hard he gained rapid dash. By working hard he gained rapid promotion. Promotion يعني ترقيه. تمام. ترقيه سريعه، الله يسهل له يعني، زي اللي هي في حليناها كده بعد سنه اترقى. He asked me dash him another loan، ادي له قرض تاني، لكن انا رفضت. يبقى هو طلب مني to give him، ان انا ادي له قرض تاني، to give him. Money doesn't dash success. Money doesn't create success. الفلوس لا تخلق النجاح. صح. A famous businessman
threatened his personal enemies, them killed by hired gunmen, رجل أجر مسلحين يعني after the war, بعد الحرب. يبقى الناس المهددين يعني بال الناس المشهورين يعني بزنس مان يعني او بزنس مان يعني من قبل هينز انيميز اعدائه, تمام. يبقى تو هاف ذم كيلد, تمام. نقولها من اول تاني, ا فيموس بزنس مان ثريتند هيز بيرسونال انيميز, هدد ان يقتلهم. طبعا طول عمرنا كلمه اكسبكت وثريتن هما الاثنين معروفين من وراهم تو المصدر, ثريتن واكسبكت معروفين من وراهم تو المصدر. Dash for engineering occurs is low. Is low this year. طيب والله بيقول لك التوصيف الـ مش توصيف engineering courses, والله بيقول لك المتقدمين او اللي سجلوا اسميهم في كورسات او مناهج الهندسة قليلين خالص السنة دي, تمام. يبقى enrollment يقولوا عليها التقدم للوظيفة يعني او التقدم للكورس. Number 20, my husband dash my husband to come back to Egypt with me but he refused. يبقى انا توسلت لزوجي او ترجيته شويه يعني, begged my husband, ودي مفعول به وراها مفعول به. I'll meet you at the main dash desk. يبقى انا هقابلك في at the reception desk, في مكتب الاستقبال, at the reception desk. My boss told me to come to the meeting 10 minutes early. But the boss told me to come to the meeting. قال لي لازم تيجي الاجتماع بدري شوية. طيب. Dash doesn't lie in how old you are but how responsible you are. الماتشوريتي النضوج مش معناها ان عمرك قد ايه, لكن بتتصرف ازاي. 24. My father dash me to get some car insurance. تمام؟ ان انا احوش تأمين العربية يعني. يبقى advised me. تمام؟ طيب. His monthly salary, المرتب الشهري بتاعه, is paid to in the bank but his dash by his يعني مين اللي بيديه المرتب كل سنة؟ اكيد المدير. employer. احمد dash me, اكيد طالما مفعول به يبقى ابعد عن كلمة remember وهي مش مكتوبة اساسا. To take my book back to the library, أرجع الكتاب تاني للمكتبة, يبقى reminded me. He is determined to dash as a surgeon, يبقى he determined to qualify. Qualify يعني يتأهل, يتأهل ك surgeon. Surgeon يعني يعني جراح, تمام. يبقى he is determined to qualify as a surgeon. Mr. Amr told his students to be quiet. To be quiet يعني يكونوا ايه, هادين يعني. To be quiet. أكيد في Open University معروفة يعني. تمام. I have dash them to keep the room locked. تمام. I have, أنا عاوز أقولهم I have told them, بس للأسف ما فيش كلمة told. ففي هنا البديل بتاعها instructed, جاي منها كلمة instructions, تعليمات. فأي have instructed يعني أعطيت لهم تعليمات أو أعلمتهم يعني, تمام, أني يخلوا الأوضة مقفولة. طيب دي القطعة يا جماعة, اهي الإجابات بتاعتها برضو, تمام. طيب إن شاء الله هكمل معاكم الكتاب, وبإذن الله كمان الملحق اللي معاه, ملحق الخاص باللي هي الأسئلة, تمام. وبإذن الله مش هتأخر عليكم, بس أنا وفد لكم في بداية الفيديو إيه اللي عطلني, الرايتنج والترجمة الاختياري والوقت ساعات يعني. يلا مع السلامة, مع السلامة.